فخامة السيد رئيس الجمهورية، دولة رئيس الوزراء، الإمام الأكبر، السادة الوزراء، الحضور الكريم، أتقدم لسيادتكم بالتهنئة بالعام الجديد أعده الله علينا وعلى المصريين جميعا بالخير والطمأنينة. أشرف اليوم فخامة الرئيس بتقديم موجز عن إنجازات التحالف في المجال الصحة والجهود المبذولة لسد الفجوة في الخدمات الصحية المقدمة. هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات المجتمع الوطني على هدف واحد، وهو الخدمة الصحية تحت مظلة التحالف. اهتم التحالف بقطاع الصحة وخصص له ما يزيد عن ثلث ميزانيته لدعم الخدمات الصحية في الدولة. في قاعدة عريضة موجودة في المجتمع المصري من المؤسسات اللي بتساهم في الخدمات الصحية، تم التعاون معها في التحالف، وتم من خلالها ومن خلال أكثر من 3000 جمعية قاعدية والتواصل مع 310 معمل وصيدلية ووجود أكثر من 60 مستشفى متخصص ومعهد متخصص، بالإضافة إلى الكيانات البحثية في تقديم خدمة عريضة وصلت لخمسة مليون مواطن بتكلفة تصل إلى 4.9 مليار جنيه. الحقيقة وفقاً للتوجيهات السياسية في الدولة وتوجيهات حضرتك، الاهتمام بالصحة كان على أولوياتنا، وإن المريض المحتاج بيلاقي اللي جنبه يمدله إيده، وإن إحنا دايماً بندور على تحسين مؤشرات الصحة. الفئات المستهدفة ما كانتش فيه فئة مستثناة، فالكل في دائرة اهتمامنا وبؤرتنا، ابتداء من المرأة والأطفال والكبار وذوي الهمم. اسمح لي سيادة الرئيس أقدم باختصار شديد حصاد 22 في مجال الصحة. من أهم الأنشطة اللي بيقدمها التحالف القوافل الطبية. قوافل الطبية نوعين، قوافل طبية علاجية وقوافل طبية توعوية. في العام الماضي قدرنا نعمل 3594 قافلة استهدفت حوالي 1,360,000 مواطن بتكلفة وصلت 350 مليون جنيه. الغرض من القوافل إن إحنا كنا بنوصل لجميع بقاع مصر وخاصة المحافظات الحدودية والأكثر احتياجاً، حلايب وشلاتين، سيدي البراني، النوبة. القوافل دي كانت بتبقى قوافل شاملة، بنعمل حسابنا إن الفريق يروح يقعد 3-4 أيام يشوف يناظر أكبر عدد من المرضى وبيقدم لهم العلاج اللازم. حضرتك لما كانت القوافل دي بتنزل القرى كان منظر عينين الناس وهم شايفين الناس رايحين لهم بيبقى فيها شيء من الامتنان والفرحة، وبيقولوا لنا أنتوا حاسين بينا، أنتوا جايين كل المسافة دي عشان تعالجونا. الحقيقة القوافل بتدي شيء من الطمأنينة وخاصة في الأماكن الحدودية. مش بنعتمد بس على ان احنا نقدم خدمة طبية في صورة قوافل شاملة او قوافل متخصصة، احيانا بيكون المريض مش هينتظر ميعاد القافلة، فبيتم التواصل باحد مؤسسات التحالف وبيتم نقل المريض للمستشفيات الحكومية او مستشفيات التعليم العالي الجامعي، وبتقدم الخدمة وبيرجع تاني، ودي بتسمى قوافل العلاج الجاد. في جانب توعوي هام جدا، بنستغل وجود القافلة وبنبدأ نعمل توعية صحية للأسرة والأم عن التغذية السليمة وإن إزاي تحمي أولادها وأسرتها من الأمراض، لأن ما زالت ودايما هيظل الوقاية خير من العلاج. التوعية الصحية الحمد لله قدرنا نوصل ل 2.5 مليون مواطن، وقدرنا نوصل بفكرة التوعية والثقافة الصحية. الأنشطة بتتم في التحالف ومؤسساته عن طريق حوالي 60 مستشفى متخصصة، ومستشفيات القلب ومستشفيات الأورام والعلاج الكبد. قدرنا نقدم حوالي 1,930,000 خدمة بإجمالي 2.6 مليار جنيه. المراكز الصحية لها دور هام في تقديم الخدمة الصحية، لأن دي اللي موجودة على مدار اليوم ومنتشرة في ربوع مصر. عدد كبير من هذه المراكز الصحية تتبع مؤسسات التحالف، وحتى المراكز اللي ما كانتش تتبع مؤسسات التحالف فبيتم دعمها من التحالف عن طريق تقديم الأجهزة والمستلزمات والأدوية.
قدمنا كل ده ومش قادرين ننسى برضو أن يتم دعم المستشفيات الحكومية والمستشفيات الجامعية، فتم تقديم دعم يصل إلى 110 مليون جنيه في صورة أدوية ومستلزمات ومستهلكات. في أنشطة أخرى، في تميز بيبقى دايماً لكل مؤسسة، ففي مؤسسات بتدعم العلاج المرضى، في مؤسسات بتكفل بعض الأسر اللي العائل فيها بيكون مريض ومش قادر، في بعض المؤسسات بتميل إنها تقدم الأجهزة التعويضية وأجهزة الأذن، أو إن إحنا زي ما أنشأنا شبكة ربطت البنوك الدم. كل دول عشان يتم اتساق وقت التفاعل بينهم، ده التحالف ساعدهم جدا لأنهم دايما بيبقوا شايفين الخطط المستقبلية لبعض عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من المحتاجين. مرضى الأورام ده ملف هام جدا بيحظى برعاية شديدة في التحالف ومؤسساته، وخلال الفترة السابقة تم تقديم 1,930,000 خدمة لحوالي 680,000 مستفيد بتكلفة تصل إلى 1,635,000,000 جنيه مصري. طبعاً دي مستشفيات الأورام اللي تتبع التحالف. أمراض القلب وهو ملف هام جداً، وخاصة أمراض قلب الأطفال والكبار والتدخلات الجراحية والتشخيصية، تم العام الماضي خدمة تقريباً 87,000 مستفيد بتكلفة تصل إلى 875,000,000 جنيه مصري. في دعم للقطاع بصورة غير مباشرة، مش لازم يعني جزء رايح للمريض، ولازم دايما نعي رفع قدرة الأدائية للستاف اللي شغالين في هذه المراكز والمستشفيات، فبيتم عمل دورات تدريبية وتثقيفية. والجديد الحقيقة برضو في مؤسسات التحالف إنهم بقى على وعي بدور البحث العلمي في تطوير وتحسين الخدمة الطبية المقدمة. ده كان اختصار للإنجازات، ولكن سقف طموحنا إن شاء الله في 2023 عشان نفرح ربنا كبير إن إحنا نقدر نغطي 6,000,000 مواطن ونقدم دعم للمستشفيات الجامعية والحكومية 600,000,000 جنيه، ويبقى دور فعال للتحالف في تقديم الخدمة الصحية لمشروع أسرة صغيرة. اسمح لي يا فندم، كان نفسنا النهاردة ننقل كذا نشاط من الأنشطة في مصر، ولكن لضيق الوقت هننقل قافلة من الفيوم. تفضل يا أحمد. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على حضراتكم، كل سنة وحضراتكم بألف خير. أنا أحمد مرسي، مدير قطاع الدعم الاجتماعي بمؤسسة راعي مصر للتنمية. أنا اتشرفت يا فندم بوجودي النهاردة مع حضرتك من محافظة الفيوم، تحديدا من قرية الحدقة. احنا النهاردة بننفذ قافلة طبية شملت التخصصات نساء، جلدية، عظام، بطنة، أطفال، رمض، وبننفذ كمان مبادرة أطفال أصحاء للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية للأطفال. النهارده يا فندم احنا بننفذ القافله شملت الخدمات كشف، ادويه، تحاليل، اشعه، تحويل عمليات، وتوفير نظارات. احنا النهارده يا فندم بنقدم القافله تحت مظله التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي هو كان كلمه السر في توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في 2022. ان شاء الله باذن الله مع بدايه 2023 هنكمل اللي احنا بداناه، وهنعمل خطه تنفيذيه تحت مظله التحالف الوطني تستهدف اهالينا في كل محافظه من محافظات الجمهوريه، ونقدر نفرحهم ان شاء الله. شكرا يا فندم لحضرتك. شكرا جزيلا يا احمد، شكرا جزيلا فخامه الرئيس، ويا رب ينعم على المصريين جميعا بحياه صحيه سليمه وامنه. شكرا.